ولا حد هيغيره، سواء ولا حد صحف هيكتب كلمه كده ولا كده، انما احنا بنتكلم الواقع تملي، وانت بتجيب الحقائق كلها، بتجيب الحقائق اللي بتبقى موجوده في تاريخ النادي الاهلي وبتبقى واقع. انا الحمد لله كنت موجود، ونجم مصر والنادي الاهلي كابتن طارق زيد وزير الرياضه السابق، وانت كنت موجود بصفه شخصيه بعيد عن الاعلام وبعيد عن اي حاجه، وطبعا كابتن ابراهيم حسن كان موجود، وكابتن ربيع ياسين، وكابتن وليد صلاح الدين، وطبعا كل قناه الاهلي كانت موجوده بصفه خاصه، مش للشغل بس، ده دورهم وواجبنا كلنا ان احنا ابناء النادي الاهلي بنساند النادي الاهلي، مش شعارات ولا رياء، احنا بنتكلم لا يصح الا الصحيح. وزي ما الناس عملت جمعيه عموميه وشافت الاعضاء كلها على اقتناع ان هي جات وادت صوتها للجمعيه العموميه ان النادي الاهلي يبقى موجود بلائحه خاصه، مش لائحه تدور النادي الاهلي، ودي حاجه جميله وتتحسب لنا كاهلاويه. وطبعا الحضور والاعضاء وكل واحد قابله بصوته، طبعا ده دليل ان المهندس محمود طاهر طبعا موجود والناس بتحبه، والشكل العام كان كويس جدا، سواء في اهلي مدينه نصر او في نادي اهلي فرع الجزيره، وشفنا نجوم كبار واقفه مع النادي الاهلي رقم واحد، ثم طبعا رئيس النادي ومجلس الاداره. احنا طبعا كاهلاويه بنحب النادي الاهلي، بنتكلم بنقول النادي الاهلي فوق الجميع، مش شعارات، لا دي حقايق، بنتكلم النادي الاهلي فعلا طبعا محدش يلوي دراعه، وبنقول للمهندس محمود طاهر ومجلس الاداره والنادي الاهلي ككل الف الف مبروك للشكل الرائع اللي احنا شفناه سواء في فرع مدينه نصر او في فرع الجزيره. كابتن سمير حابب تقول اي حاجه تانية؟ لا انا بشكرك وبشكر قناه الاهلي على الاداره الناجحه الفتره دي، اللي الحقيقه يمكن انا كنت متواجد من كذا شهر فات وفي استوديو الاهلي، عايز اقول لك في تغيير جذري من طبعا استاذ عماد الغول والاستاذ جمال عاصي، وطبعا كشادي محمد كاعلامي ناجح يعني، طبعا اضافه للقناه وليد صلاح الدين، محمد فاروق، الكابتن ربيع ياسين، سمير كمونه، كل الناس اللي موجوده دي الحمد لله كانت اضافه ومش من فراغ يعني. انا شايف ان الفتره اللي فاتت قناه الاهلي يمكن حاجه مبهره وحاجه جميله جدا. كابتن سمير انا بشكرك شكرا جزيلا، وانا عارف انت تقصد ايه بالكلام اللي انت بتقوله، نجم النادي الاهلي ونجم منتخبنا الوطني الكابتن سمير كمونة.